شددت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريحات للتلفزيون المصري على الدور الكبير للحوار الوطني في جمع كل السياسيين لتبادل الرؤى المختلفة، مشيرة إلى أنه يكون هناك اختلافات في الرأي ولكن الجميع متفق على حب مصر. الحوار الوطني يعني أضاف شيء مهم جدا، إن احنا نجتمع كرؤساء أحزاب ونتقابل، يمكن يعني ما بنتقابلش كتير، ولكن الحوار الوطني خل جمع كل السياسيين مصر ان هم يتقابلوا ثم يتبادلوا الرؤى المختلفه في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. النهارده المحور السياسي كان حافل جدا، ويمكن انت كنت موجود وشفت يعني في مشادات ومشاحنات، ولكن زي ما انت قلت ان الخلاف لا يفسد للوطن قضيه. كلنا هنتفق جميعا على حب هذا الوطن، كلنا النهارده جايين متفقين ان احنا نطلع بتوصيات هامه جدا ترفع للسيد رئيس الجمهوريه، وبالتالي يكون تنفيذها على ارض الواقع سلس وسهل ان هو ينفذ. لو اتكلمنا احنا حزب مصر اكتوبر بنوصي طبعا بالدمج، ولكن هذا الدمج له اليات كثيره جدا يجب ان تناقش جيدا حتى لا يحدث خلافات او انشقاقات بين هذه الاندماجات.